billahi semil alim ya şeytan rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbena leke elhamdu kema yenbeği li celali vecihi ve azim sultanika. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك باسمك الجميل العظيم اللطيف الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت أن تنصر إخواننا المجاهدين في تركيا الذين يحاربون الباطل والإرهابيين ومن لف لفهم ودار دورتهم وعانهم على باطلهم اللهم جعل اللهم سدد رميه اللهم سدد رميه اللهم قوي ضعفه اللهم ألف الخير بين قلوبهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم وانصرهم على أعدائهم وعلى أعدائك وأعداء ملتك يا قوي يا عزيز يا من إذا دعيت أجبت وإذا سئلت بأعطيت اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا اللهم تقبل شهداءنا اللهم تقبل شهداءنا واشف جرحانا برحمتك يا أرحم الراحمين اجتمعنا على طاعتك ولا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وذنب مغفور اللهم اجز خيرا من أعان أو تبرع أو أعطى أو ساعد في إنجاز هذا العمل العظيم في السنغال باسمي وفي ديانة تركيا اللهم سدد ربيهم وعينهم على فعل الخير والدوام عليه اللهم سدد قائدهم المظفر رجب طيب أردوغان وقيادة الوقف وجميع العاملين فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وكن لنا وليا ونصيرا ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.